كروش الكهرباء، الكهرباء دي فضل فيها كيلو بس. ودايره كروش الانبوبه، الانبوبه دي خلاص ثلاث تطلع سواد. بعدين غير كده دي المالة دي كل مره بتجيني لي كروش الصندوق دايره لي 50. امي امي لها ثلاثه يوم بتجيني دايره لها 100 بس. انا كل يوم اقول لك اديني ال 100 دي تجي معارك ليه. بعدين غير كده تعال هنا انا ما مستحمله قطعه قلبي في البيت ده دايره لي واحده تيجي تنظف. ما اقدر انا كل يوم انظف ظهري ده اتكتب. دي عيشه شنو دي؟ جيتك من البيت من فرهده ونايره وصحتي ما شاء الله الحنه دي تتكلم بيها، جيت هنا دي بقيت زي الضرب. دي طريقه دي؟ لكن شنو؟ وبعدين هنا وانا شغلك؟ شغال ناس مرتبين تشتغل تجي من الساعه 2 وترجع ثاني تمشي تقعد في الحله ثاني وعاد ثاني ما عندك اي شغله. داري لي قروش ما تكون اي حاضر حاضر دي اسمي احتاجها دي دي عيشه شنو دي حطها هيك دي دي ما طريقه انت ها طاير وين؟ ما جري من الناس انا هنا وين؟ الناس مين صاحبي ده قريت عنه تعال اشنو؟ عايز اسمعني هنا دي القريش دي تصني الليله انا ما بقدر اتحمل اكثر من كده ومن ذاك والله العظيم خجلتها ما بقدر عايلها دي وشها مين انا ما قادره اديها لامي؟ تعايرني بيراجك راجك راجل ما بدي له قروش ما شغال قاعد زي ما لا شغلك انت عليك الظلم ملاعيم اللي بتجيبها دي قروش خل قال يا رجال في الدراشات الجاي ما لاقي انت قاعد روحك شنو؟ ما كفايه متحمله شنو؟ ما تبطل اسمعني ما تتاخر شوف المرة دايما بيأدبوها بالخطة مرة تدقها بالخطة ما في مرة هسه بيدقوها ولا بيقوموا بيكفتوها ولا بيشاكلوا معاها بيدقوها بالخطة المرة دي عرس فيها بس عرس منو؟ عرس فيها هي والله اسمع كلامي بقول لك يا جد تتكلم يا زلمة عرس فيها شنو يا زلمة يا بكر اسمع كلامي شفت غير العرس ده نسوي ما في زول ما في شيء بيجيب لهم راسهم غير الزواج الثاني ده يا اخي انا بضربي منو يا اخي زول بضربي ولا المرة يا اخي ليه يا اخي؟ تعلي انا ده انا عندي اختي اسمها العافيه اختك انت؟ اي وين اختك دي كنت تدرسين هاي؟ لا لا دي في البلد ما جاتنا هنا يا زول والله العافيه دي يعني دايره ستره زولا يعني لا تسالك ماشي وين لا جاي من وين ولا غيره ولا غيره دي اختي انا بعرفها كويس يا اخي ما بتسالك ولا جاي من وين وماشي وين؟ ما عندها احنا ما عندنا بنات يا زول هم بيسالوا ولا بيقعدوا ولا تقول لي مصاريف اليوم؟ يا بكري دي في بلدنا يا زول هناك في بلد يا زول دي عادات بلد يا زول ما في مره بتتكلم في الكلام ده ترى ما انت مشكلة شنو الواحد تلقى يعني شفت تحب لك واحده تعرسها مجرب تعرسها بس صورت روحها الغاز قطع دي البنات هنا لكن بنات البلد ديلك هناك يا بكري واضحات وناس اهلهم كمان ذاتهم الواحد شفت مبرم شنباته ده ما في بيت ترفع صوتها ساكت اسمها من هي؟ العافيه العافيه؟ هاي الله يوريك حاجه انت باقي يا زول على العرس؟ باقي ألف مبروك يا زول الله يبارك فيك يا زول أقول لك شيء العقد الخميس الجاي هيا بكري السلام عليكم عليكم السلام وين يا أخوي كنت غاطيس مامور يا وكذا والله ما باين أها جبت لنا شنو؟ شين عمارك في مصاريف حق الاسبوع رايتو انت الله يديك العافيه انا العافيه جيتها انت يلا يلزمك الصبر